يا ابويا هد اللعب وخذ مني كاسة شاي، يعني ما لقيت في الانمي غير الاسطورة ليفاي. هذا مهجد العمالقة، لقطاته في مخي عالقة، ما في عملاق يقرب منه الا وهو شانقة. قوي هيبة يسبب ريبة، صغير في السلة كنت تفكيره تفكير واحد شيبة. في اسوأ المواقف يقدر انه يلاقي مخرج، حتى لو الحالة سيئة والوضع كان محرج. طبيعي يكون قوي لانه من عائلة تكرمان، هذا القزم خلى زكي حسسك انه جبان، ولا العملاق الانثى سوى فيها لما يتسوى. هو انسان طبيعي وتخطى عملاق في الجو.